السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجنية المتخلفة اللي الله ينتقم منها ويلعنها، واللي اسمها التابعة أو أم الصبيان زي ما بيقولوها في الأساطير، واللي أثرت بالسلب على أجيال وعصور من الناس، تحديداً الستات والبنات. قبل ما أحكي في الموضوع ده على السريع كده للي بيسأل عن التواصل بتاعنا، صفحة التواصل بتاعتنا هي موجودة على الانستجرام، اسمها آدم 11 إيف، هتظهر أمامكم على الشاشة دلوقتي. دي اللي بنحط فيها الفوائد العلاجية الروحية مكتوبة، والأوراد القوية، وكل المقالات المفيدة ليكم في عالم الروحانيات وعلوم الطاقة. وخصوصا للي مش بيحب يتفرج على الفيديوهات، الصفحة دي هتنفعه جدا. الصفحة دي لما بتشتركوا فيها وبتعملوا فولو أو متابعة، وبعدين تعملوا 10 لايكات على أحدث 10 منشورات متتالية، بتاخدوا استشارة مكتوبة مجانية من خلال الرسائل الخاصة بتاعت الانستجرام، وبقى على حسب استفساركم، سواء بقى في عالم الروحانيات أو عالم العلاقات الروحية وتوائم الشعلة أو تفسير الأحلام، أي حاجة في العلوم دي يعني. العشرين لايك باستشارتين، التلاتين لايك بثلاث استشارات، وهكذا. أما الاستشارات الهاتفية بتكون مدفوعة، فمحدش يطلب رقم الواتساب أو الموبايل إلا لو عايزها استشارة مدفوعة. ما عندناش فيسبوك ولا عندنا أي حاجة تانية، هما اليوتيوب والإنستجرام بس، وما عندناش نية نغير نظام الشغل حاليا. ندخل بقى في الموضوع. التابعة الجنية دي واحدة من أنواع العوارض الشيطانية الشرسة جدا، اللي فعلا تأثيرها ممكن يخرب بيوت ويجيب أمراض نفسية وحاجات مزمنة كتير. يقال إنها كانت من الجنيات اللي اعترضوا على أوامر سيدنا سليمان وهربت من خدمته، والكلام ده فاضي طبعا ومش حقيقي. أصلا ما كانش حد يقدر يعترض على سيدنا سليمان، ولو حد فكر بس إنه يتنفس بيتقتل في ساعتها، لأن الملك ده هبة الله لسيدنا سليمان، فما فيش في الموضوع ده أي تجاوزات. فمش شكرا للناس الظريفة اللي روجوا إشاعات وقصص ظريفة عن التابعة أو أم الصبيان. طيب، إيه أسباب وجود التابعة في حياتك؟ التابعة من اسمها ليها معنيين. المعنى الأول إن هو شيء يتبع الإنسان في كل تحركاته، تحديدا في الرزق الخاص بالزواج والخلفة والستات طبعا، يعني هي من الآخر تخصص قسم نساء وتوليد. وفي نفس الوقت المعنى الثاني إنها بتتبع الإنسان لأنها كمان من توابع ونتائج أعمال شيطانية أخرى زي السحر والمس والحسد. يعني لو حد سحرك مثلا سحر مأكول مثلا يعني، وإنت اتضررت، أهو من السحر اللي في بطنك وأكلك والحاجات دي كلها بيكون في عقبات تانية ونتائج وتوابع للسحر ده. إيه هي بقى العواقب دي؟ واحدة جاية تفرض نفسها عليك وتزود الطين بلة وتقرفك في الحاجات التانية زي الخلفة، زيها زي أي أعراض جانبية، هي دي التابعة. فلو أنت مسحور احتمال كبير جدا يجيلك تابعة، لو محسود برضو احتمال يجيلك تابعة، مس عاشق ليكي أو لزوجك ممكن برضو يجيلك أنت التابعة برضو حتى لو المس العاشق ده لزوجك، وهنفهم ليه برضو بعد شوية. طيب، بتدخل إزاي التابعة لحياتك سواء أنت طفل أو بالغ أو كبير؟ أولاً طريق الدخول للجنين. أولاً التابعة دايماً هجومها شرس في أول 3 شهور وفي الأواخر برضو، بتسبب دايماً إجهاض للجنين وبشكل غريب وملفت. مهما الست حافظت على صحتها واتبعت كلام الدكاترة ونصايحهم، وعلى شرط ما يكونش عندها مشاكل في الرحم أو أي مشاكل عضوية، بتقوم هتعمل إيه التابعة دي؟ بتعمل لها تشوه في البويضة، وبعد كده بتسقط لها الحمل كل شوية، وكل ما تحمل الست تسقط تحمل تسقط وهكذا، مفيش حمل بيكمل معاها. طيب لو كمل الحمل، بتكون مثلا الأم حامل، والأم دي بتكون متعرضة مثلا لسحر أو حسد أو مس عاشق جاي ليها أو لزوجها. بتيجي الست هانم التابعة بتسبب عارض شيطاني وتنقل المرض الروحي ده للجنين، فيتولد الجنين ومعاه التابعة. بالنسبة للولاد أغلبهم، مش كلهم بس أغلبهم يعني، التابعة بتفضل معاهم لغاية 6 أو 7 سنين وبعدها بتمشي. لكن لو المولود أنثى بتفضل بقى معاها ممكن العمر كله لو ما تعالجتش كويس، وهنعرف ليه هي مركزة مع الستات أكتر بعد شوية. ثانيا، طريق الدخول من الهالة الطاقية بتاعتك. لو أنت أو أنتي في مرحلة البلوغ أو ما بعد مرحلة البلوغ اللي هي مرحلة الكبر العادية، يعني ما كانش عندك تابعة وانت صغير وجات لك وانت كبير،
ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل بسبب حياتك الخاطئة، معاصيك، سلوكك الغلط، عدم التواصل مع الله، وعدم الوعي طبعا. وطبعا السلوكيات المش تمام دي بتؤدي إلى سوء اختيار الناس المحيطة بيك، مما يؤدي للتعامل مع الناس المضرة اللي بدورهم ممكن يسحروكم أو يحسدوكم. كمان مش بس المشكلة في كده، كمان بتحصل يعني التصرفات دي بتؤدي إلى المس العاشق، وبالتالي هالتك الطاقية بتتخرم من كل ناحية فتدخل التابعة لحياتك. الطريق الثالث، لو زوجك نفسه عنده مس عاشق ممكن تجيلك أنت التابعة من طرفه هو، لأن هي مش عايزاكي تخلفي ومش عايزاكي تتبسطي معاه، ومن الآخر هي عايزة تخرب عليكي. فهي والمس العاشق بيعملوا شغل الله ينور معاكي، وبالتالي بيحصل لك مشاكل أنت وطفلك. طيب ليه التابعة بتركز أكتر مع الستات؟ لأن الست هي أساس الأسرة وأساس الحياة والإنجاب، الراجل ما هو إلا عنصر مساعد الإنجاب فقط. وحالياً في الأبحاث العلمية المتقدمة، وطبعاً ده حرام يعني عشان تبقوا عارفين، إن ممكن الست تخلف بدون راجل عن طريق زرع الحيوانات المنوية داخلها. فالست في جميع الأحوال تقدر تخلف سواء بالطرق الحرام أو الحلال، لأنها تمتلك الرحم اللي هو مش موجود عند الرجل، وهي اللي بتغذي الطفل من خلال الحبل السري، وهي كمان اللي بتعمل حاجات كتير. فعشان كده التابعة بتروح تضرب أساس الحياة ده، فبتؤذي الست في طفلها، يا إما بتخليها تجهد من البداية، يا إما تخليها تجهد بعد ما يكون خلاص فاضل لها شهرين وتولد مثلا، يا إما تخرب عليها ابنها أو بنتها وتخليهم مرضى ذهنيا ونفسيا. طيب ده بالنسبة للأم. بتعمل ايه بقى للبنت اللي هي في مرحلة بلوغ او عزباء ولسه ما اتجوزتش؟ في الحالة الاولى بتخلي البنت دي من صغرها كده يعني عنيفة وعندها ميول مش طبيعية ناحية الشذوذ وكراهية الزواج، وان البنت دي تكره شكلها وتبتدي تحب تقص شعرها زي الولاد، وتخليها تبعد عن الفطرة قدر الامكان، وتوريها ان الشذوذ ده من الحرية العلمانية، وان اهو انت مش لوحدك، وهتعملي ايه بالراجل يا شيخة فكك. وبكده التابعة هتضمن ان البنت دي مش هتتجوز ومش هتخلف، وطبعا التابعة كده بتحس انها ارتاحت نفسيا وانها شربت فوار فواكه. يا اما لو البنت ظريفة، ودي في الحالة التانية بقى، لو البنت ظريفة وانثوية والتابعة معرفتش تخليها شاذة، فهي بتخلي مفهاش القبول، كل ما يتقدم لها واحد الواحد ده يطفش أو يمشي، الخطوبات تتفشكل ما تكملش، والموضوع يكون ملحوظ وكتير. عشان بس واحدة ممكن تقولي أنا فسخت خطوبتي مرتين قبل كده، أنا كده عندي تابعة؟ لا، أنا بتكلم لازم يكون عدد الخطوبات كتير، ممكن مثلا توصل 10 مرات ولا حاجة، عدد كبير كده، وعدد المتقدمين للزواج يكونوا كمية كبيرة برضو، وكل مرة يحصل رفض. طيب الحالة الثالثة ايه؟ ان البنت تكون جميلة وما شاء الله بينضرب بيها المثل في الاخلاق وكل حاجة، لكن ما بتتشافش، تحضر افراح، تحضر مناسبات، بتروح التراويح، الامهات بيشوفوها، وبرغم كده ما حدش بيتقدم لها خالص خالص بشكل ملفت للنظر، يعني كأن البنت دي مش موجودة اصلا على وجه الارض، بس على شرط تكون البنت دي اصلا مش ممسوسة مس عاشق. في ناس هتقولي طيب ما احنا ممكن يكون عندنا كل العلامات دي بس ما عندناش تابعة، هنعرف ازاي ان احنا عندنا تابعة؟ تمام، الاول تعالوا نعرف ايه هي علامات التابعة للاطفال والكبار. بالنسبة للاطفال الاول، لو الطفل مولود بنت او ولد وتم انجابه وما تمش اجهاضه زي ما انا قلت، بيكون الطفل ده مش طبيعي شوية. اول حاجة بيعيط كتير بشكل غريب وملفت، بيكون هايبر اكتف. هتقولولي بس اي طفل بيكون عنده مغص الثلاث شهور دول بتوع الولادة اللي هما بيحصلوله بعد الولادة مباشرة، بيقعد كده 3 شهور عنده مغص؟ أيوة، بس المغص ده بيتخذ له أدوية ونقط وقطرات وحاجات كده، والحاجات دي بتهدي الطفل، فمش بيفضل يعيط طول اليوم. أما الطفل اللي عنده التابعة بيعيط باستمرار وبشكل غريب وملفت وعياته مميز، ما بيسكتش إلا لو تنوم ببنج مثلا ولا حاجة ولا يغمى عليه، تروحوا تكشفوا عليه تلاقوه مش بيعاني من أي أعراض جسدية ولا عنده أي مشاكل عضوية خالص. كمان الطفل كل شوية بتظهر عليه بقع وكدمات كتير حمراء أو زرقاء قوي، أو الجلد نفسه كله على بعضه بيكون مزرق شبه الشخص اللي كده اللي بيكون حد بيخنقه، والوش بيفضل يزرق كده فترة وبعد كده يتحول أحمر جامد، أحمر قاني شبه بتاع الكبدة كده وهي نية،
والحمار بتاعه مختلف عن حمار النضارة، تمام؟ حرارة جسم الطفل كمان ما بتنزلش، دايما مرتفعة بدون أي سبب عضوي أو طبي، وكل ما يدوله خافض حرارة بترتفع تاني. بيرفض الرضاعة الطبيعية تماما من أول يوم، وكمان ملوش مزاج في الرضاعة الصناعية، يشرب بقين وخلاص. أول ما يكبر شوية تلاقوه مش متجاوب مع حد، عنده أعراض شبه التوحد، مش شايفك مش سمعك، وبالتالي ما بيتعلمش الكلام ولا بيلقط معاك الكلام. بتوديه عند دكتور أذن وتعملي له أشعة على مخه وتلاقي أعضاءه سليمة، لكن ما تفهميش هو متوحد ليه. جهازه بتاع كنترول مخه بيكون مختلف ومنعزل، وفي صعوبة كبيرة في الكلام واحتمال ما يتكلمش خالص. طبعا زي ما أنا قلت، هي بتمشي من الأولاد الذكور على سن 6 أو 7 سنين، ده للأغلبية. طبعا في أولاد شوية بتكمل معاهم عادي، أما البنات طبعا بتستمر معاهم على طول. في ناس هتقولي طيب إحنا طفلنا عنده علامة أو علامتين من الحاجات دي كده عنده تابعة؟ لا مش شرط، لازم العلامات كلها تكون متوفرة وبشكل ملفت، تمام؟ عشان بس إيه، في ناس هتقوم تقفل الفيديو عند حتة معينة وتقولي إحنا ابننا عنده علامة أو اتنين. لا، اسمعوا الكلام للآخر خلاص. طيب علامات التابعة على الكبار بقى من البنات، بيحصل إصابات كتير للبنت في الجهاز الهرموني والرحم عندها بدون سبب وبدون مشاكل وراثية، وتكون البنت ما عملتش حاجة أو أكلت حاجة، أو حتى جيناتها يكون مثلا فيها حاجة تؤدي إلى الإصابات دي. وطبعا ده بيؤدي إلى مشاكل في الدورة الشهرية وعدم انتظامها، وطبعا لما بتحصل لخبطة هرمونية بتفضل الحبوب مستمرة على بشرة البنت دي للأبد، مش بس بقى في فترة حب الشباب، لا بتفضل مكملة معاها حتى لما توصل مراحل عمرية متقدمة، وبالذات الحبوب بتظهر في المنطقة السفلية من الفك، من الجناب كده والرقبة. كمان بتحصل الأعراض النفسية اللي شرحتها من شوية زي الشذوذ وهروب العرسان أو إن مفيش حد يتقدم أصلاً. من ضمن الأعراض برضو إن البنت دايماً عندها آلام شديدة في منطقة الرحم وأسفل البطن والجهاز التناسلي ككل، والظهر من ورا من تحت شوية عند العصعوص كده باستمرار، وبتاخد الأدوية وبمجرد ما الدواء بيخلص بترجع تتعب تاني. بيحصل لها كمان شرود الذهن المستمر وعدم القدرة على التركيز والنسيان الغير طبيعي، والموضوع كل مدى بيزيد بمرور الوقت والذكاء بيقل كمان. بيحصل كمان صداع مستمر دايما شبه يومي، وعلى طول تعبانة حاسة بالتعب، تقوم من النوم عايزة تنام تاني، لما بتصحى بتحس انها كانت مهدودة ومتبهدلة، شعرها دايما بيقع بغزارة بس مش بيتقرع، الشعر بيتساقط كتير في أوقات معينة من السنة أو من الشهر، وهنا في الوقت ده اللي هو الموسم بتاع سقوط الشعر الكتير ده بتكون التابعة فيه نشطة جدا. أما بقى بالنسبة للأحلام، فدايما البنت المصابة بالتابعة بتشوف دايما 6 شمطاء وحشة أو 6 شريرة عموما موجودة في أحلامها، وبتضحك كده ضحكات مخيفة أو ضحكة شماتة، بتشوف قطط كتير شكلها مش حلو وجربانة بتجري وراها في الأحلام أو تتمسح فيها وتلزق فيها. بتشوف كمان إن دايما حواليها بنات كتير أو مجتمع من البنات، والبنات دول يا بيضربوها يا بيتحرشوا بيها يا بيتنمروا عليها، والأحلام دي بتكون شبه يومية، مش تشوفيها مرة وخلاص، لا هو شبه يوميا أو مرتين على الأسبوع على الأقل. يعني الموضوع بيكون ملفت جدا، والحلم دايما بيتكرر بنفس الوتيرة دي. غالبا الأحلام دي هي اللي بتبين قوي ان في تابعة، لان الاعراض اللي انا قلتها للبنت دي بتشبه قوي اعراض السحر العادية او سحر التعطيل، لكن الاحلام اللي من النوعية اللي انا قلتها دي بتبين اكتر ان المشكلة الروحية دي اللي عندها هي التابعة. بالنسبة للعلاج، العلاج ده جه بالتجارب الكتير، لكن ملهوش اساس من السنة او القرآن، لان زي ما انتوا عارفين اي علاج لازم عشان نوصله بنجرب حاجات كتير جدا، وفي كمان كتير من الروحانيين اللي هم بيكون معاهم احباب نورانيين من ربنا سبحانه وتعالى ومعاهم خدمة علوية بيعطوهم طرق علاج للتابعة والامراض الروحانية ككل عن طريق التواصل معاهم، فيقوم الروحانيين دول ينقلوها لنا او يعالجوا المرضى بها. العلاج بانتظام بيقضي على التابعة تماما، وفي ناس بتقول ان التابعة دي ملهاش حل، لا عادي جدا ليها حل عادي، بس مبدئيا يعني للتحصين انتم المفروض دايما في البيت وتحديدا في غرفة الزوجين تشعلوا بخور اسمه بخور الشيح، ده موجود عند كل العطارين، ودايما تشغلوه تحديدا في الغرفة الزوجية.
قبل العلاقة الزوجية اللي هي بنية الإنجاب بين الزوجين مش علاقة المتعة، لازم يتم التحصين وتشغيل البقرة في الغرفة قبلها بفترة. يعني مثلا انتم مقررين النهاردة ان انتم هتعملوا العلاقة دي، مثلا يكون قبلها بثلاث اربع ساعات تكونوا مشغلين سورة البقرة في الغرفة، وكمان قراءة سورة ياسين ثلاث مرات وسورة قاف ثلاث مرات، بس دي انتم تقروها بنفسكم مع المعوذات طبعا. لكن بالنسبة بقى لخطوات العلاج دي نفسها، فهي طرق كتير جدا محتاجة تفصيل وخطوات، ان شاء الله هسيبها مكتوبة على الانستجرام، وهسيب لكم رابط المنشور في المنتدى بتاع اليوتيوب وفي التعليق المثبت هنا اسفل الفيديو. للي متضرر من التابعة يروح يقرأ جميع الطرق ويختار الطريقة اللي تناسبه، تمام؟ لان انا هحط كذا طريقة وعايزاكم تعملوا سكرين شوت للطرق دي او تكتبوها اللي يريحكم. المهم ان الحاجات دي هتبقى مكتوبة قدامكم وهيبقى سهل نقلها. مع تمنياتي طبعا بالشفاء للجميع يا رب، ويا رب الجميع ينعم بالذرية الصالحة ان شاء الله. اتمنى اكون افدتكم بالمعلومات دي، مع العلم ان المعلومات دي كلها منقولة من شيوخ افاضل ومواقع الفتاوي الشرعية، فهي معلومات موثوق فيها الحمد لله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك يا امامير، وللزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحابين تشرفوني بوجودكم فيها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.